نتمنى وندعو أن نشاهد مباراة جميلة مليئة بالإثارة والندية ومليئة بالأهداف. إذن أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية، هذا محدثكم حسام الوائل يحييكم. والمباراة الأخيرة لعين على التمريرات، كويلار، بدأ الهلال، بدأ الطرب، بدأت الكرة، بدأت الخطورة، لكن الكرة تبعد إلى ركن جبي وعلى فريقك. كرة الآن فولاذ، كرة عالية، هي خطرة، لكن محاولة الآن فريق فولاذ، دخل في أجواء اللقاء لكن دربكة دفاعية، هي خطرة، هي خطرة أولى وثانية، فولاذ محاولة داخل منطقة الجزاء العرضية لكن مرت على مستوى فريق الفولاذ. هنا ماريجا بكنترول، ماريجا يحاول لكن الكرة خلف، ينتظر إلى ماريجا، رأسية، كرة خطرة، الهلال لكن تصل إلى سعود، خطرة، هي خطرة، جول لكن ننتظر نترقب، ربما تأتي المحاولة. هنا ساسان أنصاري المزعج، اللاعب الخطير، الكرة عرضية مرت، خطرة لكن مرت بين الجميع، مرة أخرى لكن تصطد، خطرة، هي يو على السعودية لكن تبعد، مرة أخرى إلى اليامي لكن إلى فيتو، كويلار، سالم، خطرة، هي خطرة، كرة عالية، المحاولة الرأسية الهلال، البليهي، لمسة أولى، الحمدان، محاولة الآن إلى ماريجا خلصها، جول بطموح الحفاظ على اللقب، موسى ماريجا لم يظهر طوال دقائق اللقاء لكن ظهر بلقطة، هي أجمل لقطة، هي أحلى لقطة، ظهر بهدف وأخيرا الأفراح التي تأتي بعد طول انتظار هي أجمل الأفراح، وأتى هدف الهلال في مباراة صعبة جدا، لكن الهلال بخبرة السنين وبتجارب الماضي وبخبرة لاعبه، يا عيني هم البدلاء، بدأت من عبد الله حمدان إلى صالح الشهري إلى موسى ماريجا وأخيرا هدف هلالي وإن أتى في وقت متأخر لكن هدف ببطاقة، هدف بفوز، هدف بتأهل إلى الدور القادم وسط فرحة رامون دياز اللي كان عايش في لحظات قلق وخوف. الثواني الأخيرة من المباراة، كرة تصل إلى اللاعب كويلار، وإذا أحبتي المشاهدين متابعي قناة الرابعة الرياضية تأتي صافرة الحكم الياباني كيمورا هيريوكي لتعلن عن تأهل متوقع لكن بصعوبة لفريق الهلال على فريق فولاذ خوزستان بهدف مقابل لا شيء سجل في الدقيقة 87 عن طريق المهاجم المالي موسى ماريجا. مبروك للهلال، مبروك للدحيل، وهارد لك للشباب السعودي ولي